منذ العام 1954 أسس نادي النهضة لكرة القدم، ويعد أحد أقدم أندية الدرجة الأولى بالعاصمة أنجمير. وخلال هذه الجمعية الأمومية التي شهدت مشاركة كبيرة لأعضاء النادي وخصوصا المشجعين واللاعبين، تم اختيار مكتب جديد للنادي بقيادة عزيز محمد صالح الذي سيقود مصير النادي لولاية مدتها 4 سنوات بشعار جديد: الإدارة لتحقيق طموحات أكبر. اليوم أعلن لكم عن طموحات جديدة، وهو جعل نادي النهضة متقدما ليس فقط على مستوى تشاد بل على المستوى الإقليمي، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مشاركة الجميع. هذه من أبرز الطموحات التي ينتظرها لاعبو كرة القدم في هذا النادي منذ أكثر من 3 سنوات، لأن النادي لم يعد قادرا على أن يكون متصدرا للبطولة. ويتكون المكتب التنفيذي الذي يرأسه عزيز محمد صالح من 28 عضوا.